ارحمي يا راحت العقل. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اموركم هانيه صحيحه بخير الحمد لله. يوم جيت وجبت لكم معايا واحد لاغوسيط اللي ساهله ماله اي واحد يديرها، وهي دي كرومبل بالتفاح. دابا غندخل معاكم المقادير ديالها. عندي 4 تفاحات، نتوما تقدروا ديروا 5. انا عندنا 125 غرام ديال السكر سنيده، 150 غرام ديال الفورص لا لافارين. هنا درت واحد 3 تفاحات، شديتهم سلقتهم وطحنتهم كما تتشوفوا. وهنايا عندي لاباط بغيزي ولا العجين المورق، هذا اليوم غندير معكم بالهاد لاباط، والمره الاخرى غندير معكم بلا لاباط. وهنايا عندي التفاح اللي قلت لكم 5، قطعته مرصوات شويه كبار، وتتشدوا تديروا معاه شويه ديال الزبده، ديروا معاه شويه ديال السنيده، وتخليه يدير يتعسل واحد شويه. دابا انتم كما تتشوفوا غنوريكم كيفاش قطعت انا هذاك التفاح اللي درت في المقله. كما تتشوفوا ما وريتكم في الاول الزبده، حيت كنت خليتها في الثلاجه اللي عندي فيها 125 غرام الزبده. هنايا خليوها في الثلاجه حتى تبغوا تخلطوا الدقيق مع السنيده عجبدوها، حيت ما خاصهاش تكون رطبه، خاصها تبقى شويه قاسحه. المهم كما تتشوفوا ما تكونش على حراره المطبخ. وهنا غنعاود لكم المقادير. 150 غرام ديال الفورص، عندي هنا 125 غرام ديال السكر البني ولا لاكاسونات كما تتشوفوا. خلطتهم مزيان هاد الجوج مع بعضياتهم حتى تيتجانسوا وتيدخل السكر مع الدقيق. عاد نزيد ليه هنايا الزبده كما تتشوفوا، ونبداو نحركوا فيها بشويه بشويه، تنخلطوهم غير بشويه بشويه، ونديروا لها كنحكوا الدقيق والسكر والزبده على يدينا بجوجهم. ما خاصها تولي بحال تنشدوا الكسكسو وتنكسكسو. المهم كما تتشوفوني بشويه بشويه حتى تيدخلوا في بعضياتهم، غتبقاو غاديين على هذه الطريقه بحال هكايا حتى تتولي بحال هذا الشكل اللي وريتكم انا. كما تتشوفوا معايا دابا بحال شكل الكسكسو تماما. معايا هنايا من بعد ما تعسل لي داك التفاح هو درتو في هاد البواط. غير واحد الوصيه بغيت نقولها لكم، اللي بغي يتقاسم معايا هاد الوصفه اللي وريتو، غير التفاح صوبوه قبل باش كيبرد ليكم، ماشي ما ديروش سخون صافي. ومن بعد غتهزوه غتبداو ديروا على هذيك لاباط اللي درنا فوق منها هذاك الكومبو، وتعمروه كامل، تحطوه ما تخليو حتى شي بلاصه خير. تشوفوا معايا تناخذوا الخليط ديال الزبده والدقيق والسنيده اللي كنا درنا، نديرهم فوق داك التفاح اللي عسلنا، تنديروا فوق منه كامل، ما تنخليو حتى شي بلاصه تبقى تتبان. وقبل من هادشي تنكونوا سخنا الفران على درجه حراره ما بين 180 حتى 200 في واحد الوقت ديال ما بين 20 حتى 25. ديالي نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش بالتعليق ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.